الصفقة هذه ما تهم النصر ولا السعودية بس، هذه تهم الخليج لأنها تقوي موقف الخليج والأندية الخليجية. أنت من النصراوي اللي مصدق رونالدو وصل ولا للحين ما استوعب؟ زي الحلم ما نصدق. أنا في الأصل هلالي صراحة. بس أكيد إحنا مع الرياض السعودي بشكل عام. طبعاً أكيد ما نستوعب هذا كريستيانو. أنا حاط ذبيحة اليوم، حاط الذبيحة أنا في المخيم ترى عشان موضوع كريستيانو. كنت أتحدي بين الشباب إن جاء كريستيانو عرفت فيها ذبيحة، ما كنت مصدق والله بلا شك. إضافة للنصر وللدوري السعودي بشكل عام، يعني كريستيانو ما توقعنا إنه يجي بس الحمد لله. لأني أحب كريستيانو عشان زي كذا صرت نصراوية. أنا الحين لازم أشوفه يلعب، إذا ما لعب باقي ما جاء. ماني نصراوي مع الأسف. أنت نصراوي؟ أيوة. تشجع هلالي. هلالي وجاي تقتني تيشيرت النصر؟ مو لي يعني، حق واحد من الشباب. شفت راي ماسك خط من القصيم جاي هنا عشان الدون، ودي اشوفه عشان اصدق صدق، عشان خلاص اثبت هلالي انت صح. ليش شريت تيشيرت النصر؟ عشان كريستيانو. ولا في الخيال، ولا كان في احد يتصور في يوم من الايام كريستيانو بيجي السعوديه او يجي النصر او يجي يعني في الشرق الاوسط ككل. فللامانه من حق مو النصراويين، حق الشعب السعودي يفخر صراحة أنه قدر يجيب أفضل لاعب في العالم. النصراوي يفتخر.